مساء الخير، يا رب كلكم تكونوا كويسين وبألف خير. النهاردة هنبتدي مع بعض ليكتشر 20، هنكمل في Repayment and Amortization of Short Term Loans. ناخد مثال بيقول A person borrowed 100,000 from the bank to repay the loan after 2 years. يعني في شخص أخذ 100,000 من البنك وهيردها بعد 2 years. The interest to pay periodically يعني ال interest الفايدة هتضاف periodically at the end of every 2 months يعني كل شهرين بنضيف أو بندفع الفايدة. ال I عندي أو ال rate بـ9%. If the debtor لو عندي المدين paid the first 4 periodic interest دفع أول 4 أقساط and ask the bank to delay the repayment of the remaining periodical interest وطلب يأجل الباقي. دفع أول 4 أقساط، احنا لسه مش عارفين كم قسط المفروض، هو دفع 4 والباقي تمام. اتفق مع البنك ان هو هيأخره to delay the repayment of the remaining periodical interest and the principal of loan at the end of loan by 6 months. طلب ان هو يأجلهم 6 شهور كمان ال principal بتاع أصل اللون وال interest. bank interest delay لما أخره حسب له ال R، الريت عنده 12%. What is the obligation of the debtor at the end of the deferred period? Find the number of periodical interest. هنحسبها ازاي؟ اول حاجة قلنا بجيب عدد الدفعات اللي هو هيدفعها ازاي، او عدد الاقساط. بقول ايه هما كام؟ سنتين، تمام. كنا بنقسم ال N capital على ال N small، تمام. هما سنتين ومفروض ان هيدفع كل شهرين، يبقى معنى كده ان هو هيدفع كم مرة؟ هيدفع 12 مرة، لأن السنتين فيهم 24 شهر وهو يدفع كل شهرين مرة، يبقى 24 على 2 هتبقى 12، تمام. يبقى أنا كده عرفت جه الـ12 منين، إن كابيتال على إن سمول، تمام. The value بقى قيمة الانترست قلنا بنجيبها ازاي، حلينا نفس المثال ده المرة اللي فاتت، تمام، بس المرة دي هنزود في المطالب. بنضرب المبلغ اللي هو اقترضه اللي هو 100,000 في الريت اللي هو جايبه لنا 9% في 2 على 12، تمام، اللي هو ايه 2 على 12 قلنا بيدفع كل شهرين، يبقى كل شهرين المفروض القسط بتاعه كام؟ هيدفع 1500، تمام. طب تعالوا بقى نجيب ال number of delaying interest. مفروض ان هما كلهم 12 قسط هيدفعوا، هو دفع منهم 4 وطلب تأجيل الباقي، معنى كده هما 12 دفع أول 4، يبقى الباقي كام؟ نقول 12 ناقص 4 اللي هي 8، دي اسمها ايه؟ number of delaying interest، تمام. بعدين the total delaying interest، بنجيب ال delaying interest بقى ازاي؟ أول حاجة أنا عندي ال 1500 اللي هي القسط أهو، في التمانية دي جت منين؟ اللي هي دي number of delaying interest، لأن 8 أقساط متأخرة، يبقى عددهم كام؟ عدد الأقساط 8. زائد 8 على 2 اللي هي ال N على 2، ده القانون بتاع ال S N بتاعنا، S N هتساوي ال A في ال N زائد N على 2 في المبلغ عندي اللي هو ال 1500 في 12 على 100، الفايدة بتاعتي 12% في 20 على 12. جت منين 20 على 12؟ هو بيدفع كل شهرين، هما كام شهر؟ دفع أول من دفع يعني هما 24، دفع منهم 4، يبقى متبقي كام؟ متبقي 20، يبقى 20 على 12 زائد 1500 في 12 على 100 في 6 على 12. 6 على 12 دي جت منين؟ مش هو مفروض آخر قسط دفعه قالك إن هو هيأجله 6 شهور، تمام، يبقى مفروض إن هو فاضل كام؟ 6 شهور، يبقى 6 على 12 هتديني كام؟ 13,560. بعدين نجيب بقى الـ interest delay of the principal loan. هنقول 100,000 في 12%، ليه قلنا 12%؟ لأن قال لي اهو 12% اللي هي الانترست ديلي، يعني لما أخر في السداد وعطلني فأنا زودت له الريت، زودت له الار، خليته 12%. طب أنا هجيبها ازاي؟ بدل ما أقول 9% هقول كام؟ 12 على 100 في 6 على 12، مش احنا قلنا إن احنا هنأجلها 6 شهور، يبقى اتأخر كام؟ ب6,000. ده كده يعتبر ايه؟ على التأخير بتاعه اللي هو سببهولي، ان هو ما دفعش الانترست، فما عاد فسبب لي تأخير، التأخير بتاعه ده قيمته يعتبر 6,000، تمام. يبقى هو كده عليه ايه؟ عليه 100,000 اصل
المبلغ اللي هو خده زائد 13560 بتاعة الفوائد اللي على المبلغ اللي خده زائد التأخير اللي حصل. التأخير اللي حصل ده اللي هو 6000، مش هو أخر في 8 أقساط وجبنا قيمتهم؟ التأخير في ال8 أقساط دول بكام؟ ب6000. فهو كده عليه كامل الالتزامات كلها اللي عليه، عليه أصل المبلغ اللي هو 100000 زائد الانترست اللي عليه 13560 زائد ايه كأنه إيه؟ هو كده دفعه غرامة على الانترست اللي ما دفعهاش، على الفوائد اللي ما دفعهاش، اللي هي 6000، تبقى 119560. بعدين the total interest paid by the debtor هتبقى كام؟ أول حاجة ال total interest paid اللي اتدفع، المفروض إن الانترست كام؟ أول 4 أقساط مش هو دفعهم، يبقى 4 × 1500. مش هو كان مفروض يدفع 12 × 1500؟ أول 4 دفعهم، يبقى دفع 4 مرات 1500، يبقى 4 × 1500 زائد 13560 اللي هما بقت 8 شهور، زائد بقى ايه 6000 اللي هما التأخير، هيديني 25560. مسألة سهلة جدا. مسألة تانية بتقولي assume that the bank in the previous example، نفس البنك ده في نفس المثال invests the periodical interest paid on time as soon as receives 10%. يعني ايه؟ يعني فلنفترض ان البنك استثمر الحاجات ال interest اللي اتأخرت دي اهو، بيقول لي invests the periodical interest paid on time as soon as، لا هو سوري، هنا بيقول لي ان البنك استثمر ال interest اللي اتدفع، اللي هو ايه؟ مش انا قلت الاربع تلاف خمسمية اللي هو قصدي سوري الاربع مرات اللي دفع فيهم 1500 زائد هو هنا عاوز يقولي ان 1500 دي الاربع مرات اللي دفعنا فيهم 1500 دي لو استثمرناهم هيبقى استثماره بكام، تمام؟ فمديني هنا ريت هشتغل بيه، يبقى الاربع اقساط في 1500 اللي هو الاي في الان زائد ان على 2 اللي هي 4 على 2، في 1500 في 10 على 100 في 28 على 12. جت منين 28 على 12؟ اول قسط هو دفعه، مش هو كان مفروض اهو 24 هو ونزود عليها 4 شهور اللي هو اتدفعت، يبقى 28 على 12 زائد 1500 × 10 على 100 في 22 على 12. جت منين؟ نطرح 28، نطرح منها كام؟ 6 6، تمام، اللي هي اتأخرت تدينا 22 على 12 تدينا 7250. بعدين الأوفرال ريت بقى اللي هي 7250 هنزود عليها 13560 والـ6000 اللي أخدهم البنك، يدينا 26810. طب لو أنا عاوز أجيب الريت بتاعها، بقول 26810 دي على 100000 اللي هو المبلغ كلي في 30 على 12. جت منين 30 على 12؟ 24 شهر بتوع السنتين زائد 6 شهور اللي اتأخروا بتدينا كام؟ 30 شهر، تدينا 10.72%. The last method بقى بيقولي repayment of the loan in equal installments payment. يعني ايه؟ عندي طريقة first method و last method. ال last method دي بيقول ان احنا بندفع اللون in equal installments، تمام؟ لكن first method ان هي repayment of the loan in equal installments included the principal and interest together. يعني ايه؟ يعني بيدفع اصل المبلغ زائد الفوائد بتاعته على equal installments، عشان كده بنستخدم الانيوتي، بيدفع على دفعات متساويه. لكن في اللوست ميثود دي بيدفع ايه؟ اللي على الانستولمنتس بس اللي هي اللون، تمام. بيقول لي ان الاماونت اوف ذا لون تساوي الاماونت اوف ذا بريميوم اللي هي الاقساط. الاس عندي التوتال بريميوم، تمام. التوتال بريميوم ده ليه قانون، بدل ما اقول اس، طالما انا قلت بقى بريميوم فيحتوي ايه؟ اللي هي جمله الاقساط، تمام. يعني جمله، هو بيقول لي الاماونت اوف ذا لون جمله الكارد تساوي جمله الاقساط. الاقساط دي بقى ليها قانون، نفس قانون الاس، بس بدل ما بنقول اس بنقول بي، لا متاخدينها من بريميوم، بي في ان زائد ان على 2 في ال 1 زائد ال ايه ال 2. ناخد مثال عليها، بيقول لي a person put a car
شخص اشترى عربية ب75,000 and agreed with the seller to pay the price in installments، واتفق مع البائع ان هو يدفع له تمن العربية في على هيئة installments دفعات equal to the principal equal to the ده بقى اللي equal to the principal، يبقى احنا بنستخدم first method and interest together every 3 months for 3 years. طيب هنا مسألة انيوتي عادية، بعمل ايه؟ بقول احسب في الاول الفايدة الاس هتساوي الاف اي في ان اللي هي الجملة 75,000 اللي هي الايه، هو خد العربية ب75,000 في 1 + 12% في 3 اديني 102,000. بعدين the number of installment اجيبها ازاي؟ مش هما 36؟ 36 دي جت منين؟ لانهم 3 سنين على التلاتة هيدفع كل 3 شهور يبقى 12، المفروض عددهم كام اللي هو ال n هنا 12. ال equal payment بقى هنجيبها ازاي؟ هنقول 102,000 في هتساوي سوري هتساوي ال b احنا لسه مش عارفينها في ال n اللي طلعناها ال 12 زائد 12 على 2 في b في 12 على 100 اللي هي الريت اللي ادهولني في 33 على ال 12 اللي هي 36، ونخصم منها اول 3 شهور لان هو بيدفع ايه بعد 3 شهور، زائد البي في زيرو. زيرو ليه؟ زيرو عشان اللي بيدفعه كل اخر شهور، فاخر قسط يعتبر دفعه مفيش بعد سنين تانية، فهو ما قعدش يبقى زيرو. فكده نقدر نطلع قيمة البي، هنقول 102,000 هتساوي 12 بي زائد 198 قصدي 1.98% بي، يبقى 102,000 هتساوي 13.98% بي، يبقى البي هتساوي كام؟ 7,296.13%. كده خلصنا المحاضرة بتاعتنا، وإن شاء الله المرة الجاية هنراجع على الكلام ديت وندي مسائل تانية. شكرا جدا، أشوفكوا في الفيديو الجاي.